بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو رقم 7 من السلسله بتاعه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. في الفيديو اللي فاتت عملنا مع بعض السيرش استراتيجي او استراتيجيه البحث. عرفنا ان احنا نطلع الكي ووردز او الكلمات المفتاحيه باستخدام الميش داتابيز. المفترض ان احنا بناخد الكلمات المفتاحيه دي وبنبحث بيهم على الداتابيز او قواعد البيانات. من ضمن اشهر قواعد البيانات باب ميت، طبعا لا غنى عنه، في باب ميد، في سكوبس، في الويب اوف ساينس، ودول الثلاثه داتابيز اللي احنا هنطبقهم في الفيديو بتاع النهارده. الهدف من تطبيق الموضوع ده ان احنا نشوف البحث بيتم ازاي بشكل عملي. نفس الخطوات اللي احنا هنعملها في اي داتابيز من دول تقدر تعملها في اي داتابيز ثانيه، ساينس دايركت، ابسكو، اي حاجه من الداتابيزز الثانيه اللي ممكن تكون متعلقه بالشغل بتاعك. فهتلاقي كل داتابيز من اللي احنا استخدمناهم في التايم ستامب لو انت حابب تروح لداتابيز بشكل مباشر. في نفس الوقت احنا هنعمل في الفيديو ده ان احنا هنستخدم الادفانسد سيرش بتاع كل داتابيز، وهنشوف لغايه ازاي نعمل اكسبورتنج او ان احنا نعمل تصدير للنتائج اللي طلعت لنا علشان نبدا نستخدمها في الخطوه اللي جايه بتاعه السكريننج او خطوه بتاعه الفلتر بتاع او فلترنج للستاديز اللي احنا وصلنا لها، ودي الخطوه رقم 3 من خطوات السيستماتيك ريفيو. علشان كده ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان لما الفيديو بتاع السكريننج ينزل تقدر تشوفه بشكل سريع، وتشارك الفيديو مع اصحابك وبدون مقدمات كتير. يلا بينا. طيب زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، احنا عملنا السيرش استراتيجي باستخدام البيكو، البي والاي والسي والاو، ده كان من ريسيرش بيبر ببلشت بالفعل، ووصلنا للسيرش استراتيجي اللي احنا عاملين لها هايلايت بالشكل الاصفر ده. بنفتح باب ميد. بعد لما بنفتح باب ميد بندوس على الادفانسد سيرش. اي حاجه هنفتحها هنستخدم الادفانسد سيرش. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده شكل متعارف عليه جدا في اي ادفانسد سيرش في اي داتابيز. اول حاجه هنا بيقول لك اختار انت عايز تبحث في اي فيلد. يعني هنا مثلا الافليشن، يعني الجامعه اللي تابع لها الدكتور. الاول فيلدز ده تبحث في كل الفيلدز بتاعت البيبر، كاوثر، كشركه، كبوك، كداتا انتري، فلتر، جرانت نمبر، الايشو، جورنال، لانجوج. كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي كلها حاجات انك تقدر تسبيسيفاي البحث بتاعك بشكل اكتر تفصيلا. فاحنا بنرجع نسال نفسنا سؤال، كلمه ليفر كانسر وهيباتيك كانسر وليفر نيو بلازما والحاجات دي كلها اللي احنا عاملينها اور 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 والكلام ده، هل في احتماليه انها تكون في كل الفيلدز بتاعت البيبر؟ اكيد لازم تكون موجوده في كل الفيلدز بتاعت البيبر. ولكن لو احنا اخترنا ان هي تكون موجوده في كل الفيلدز، ممكن يكون دراسه مثلا بتتكلم مثلا على البريست كانسر، بتتكلم على الكولون كانسر، وقال ان مثلا بيحصل ميتاستاسيس او انتشار للورم ده من الكولون للليفر، من البريست للليفر، فصامها وجابوا كلمه ليفر كانسر في الفيلد بتاعهم ككل، فممكن ساعتها الدراسه دي نوت اليجيبل للشغل اللي احنا حابين ان احنا نشتغل عليه. وبالتالي يعني من اكثر الحاجات شيوعا ان احنا بنختار المصطلحات زي الليفر كانسر او الهيباتوسيل كارسينوما والحاجات دي، ودايما بيكون لو احنا فكرنا كده هتلاقي ان النتيجه somehow البيبر اللي بتتكلم عن الموضوع ده بتبقى موجوده في العنوان او في الابستراكت. يعني الابستراكت لازم يكون فيه كلمه ليفر كانسر somehow، ولازم يكون فيه كلمه مثلا راديو فريكوانسي ابليشن او اي حاجه من الحاجات دي، علشان هي دي الحاجات اللي احنا مهتمين ان احنا ندور عليها بالفعل. انا لما بختار الاول فيلدز او ان انا ابحث في اي مجال في البيبر دايما النتائج بتطلع كبيره، وبالتالي بدات اختار حاجه اسمها التايتل والابستراكت، يعني تجيب لي المصطلح ده لو موجود في التايتل او موجود في الابستراكت. طيب بنختار من تحت هنا تايتل اند ابستراكت، وبنكتب مثلا الليفر كانسر. في امكانيه تانية برضو ان احنا بدل ما بنكتب ليفر كانسر ان احنا ممكن نختار المش سب هيدنج، تمام، او المش تيرمز اهي، وبرضه نكتب مثلا ليفر كانسر، تمام. فهو كده بحث عن الليفر كانسر بالمش هيدنجز بتاعتها، والليفر كانسر بالتايتل والابستراكت بتاعهم. ممكن برضه نضيف في التايتل والابستراكت نضيف العنصرين التانيين بتوعنا اللي هم الريدي فريكوانسي ابليشن، ونضيف المايكرويف ابليشن. طيب في امكانيه ان احنا نستخدم كده، ده في الباب ميد ده الادفانسد سيرش، وفي امكانيه ان احنا نستخدم اند واور ونوت والحاجات دي كلها. يعني لو دوسنا سيرش مثلا كده فطلعت لنا 30 نتيجه بس. الرقم ده ممكن يكون رقم يعني قليل شويه، ولكن في بدايه الشغل بتاعنا لو احنا بنشتغل في الفكره البحثيه، لو انت عملت سيرش استراتيجي زي كده وبحثت بيها على الدراسات
فهنفترض ان ال 30 دراسة دول هما ريليتد جدا للموضوع اللي احنا هنشتغل عليه. ال 30 دراسة دول هما سبيسيفايد للشغل اللي احنا هنشتغل عليه، وبالتالي ده انت كده بتوفر على نفسك مجهود انك تقرأ دراسات كبيرة. فزي ما احنا شايفين طلع 30 دراسة. لو احنا عايزين اصلا نشيل الفلتر بتاع الريفيوز من الدراسات دي، يعني احنا مثلا لو استخدمنا الفلتر بتاع الريفيو او دوسنا كده كلمة ريفيو هنا، هتلاقي ان هم وصلوا 15 دراسة بس. فاحنا عايزين نعمل العكس، يعني احنا عايزين نشيل ال 15 ريفيو دول بحيث ان ال 15 بيبر الباقيين نشوف هم يعني بيتكلموا في ايه. فهنختار هنا مثلا ده السيرش تيرم اللي احنا وصلنا له في الاخر، لو طلع معانا 30 دراسة هنضيفه في الاد للكيوري ونكتب هنا كلمة ريفيو ونستخدم نوت. يعني احنا عايزين الحاجات دي كلها، لو احنا بصينا هنا نلاقي حط الاقواس بشكل تلقائي زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وفي الاخر حاطط نوت ريفيو. فلو هندوس سيرش هتلاقي ان في 12 دراسة طلعت بس علشان هو شال الريفيوز من الشغل بتاعنا، وبالتالي احنا عندنا 12 دراسة. لو بصينا هتلاقي كلمة راديو فريكوينسي ابليشن في العنوان، هنا كلمة ابليشن ليفر كانسر، مايكرويف ابليشن، وراديو فريكوينسي ابليشن. هتلاقي ان سام هاو ال 15 او ال 12 دراسة دول ريليتد للشغل بتاعنا. فده مبدئيا كده دي النتائج اللي احنا حابين ان احنا نقرا عنها. ممكن نوسع السكوب اكتر شويه، ولكن احنا يعني هنعمل سند تو او هنعمل اكسبورتنج للريزلتس دي بحيث ان احنا نحاول نمانج ده من خلال الفتره اللي جايه. بعد ما بنخلص دول ال 12 دراسه بتوعنا، طلعوا اكتر طلعوا اقل، بنعمل سند تو. وبعد كده حاجه بنستخدم السايتيشن مانجر. احنا هنعمل الخطوه بتاعه السكريننج حاجه فيديو كامل باستخدام برنامج او ويب سايت اسمه ريان. احنا ممكن نستخدم مندلي، ممكن نستخدم اند نوت، ممكن نستخدم الاكسل في السكريننج، ولكن انا افضل برنامج ريان. فنعمل سايتيشن مانجر، فهو بقى بيقول لك هنا الاكسبورت اللي انت عايز تعمله، هل لكل النتائج في الصفحه دي بس ولا كل النتائج. فهنعمل كرييت الفايل بالاول ريزلتس، هتلاقيه عمل لنا الفايل اللي احنا هنستخدمه بعد كده للسكريننج، وهنسمي الفايل ده باب ميد ليفر كانسر زي ما هو محطوط هنا، وبعد كده هنضيفه عندنا في السيرش. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الباب ميد. طيب ويب اوف ساينس وسكوبس دي حاجات مدفوعه بيتم الاكسس بتاعهم عن طريق بنك المعرفه المصري. بنك المعرفه المصري ده بيبقى متاح فقط في مصر. لو انت ما عندكش اكسس لبنك المعرفه المصري او مش موجود في مصر، فدايما بيكون الجامعات عندكم بتوفر حاجه زي كده. لما توفرش حاجه زي كده ممكن تعمل في بي ان وتاكسس الموضوع في مصر somehow. يعني احنا بنفتح بنك المعرفه المصري، بعد كده بنختار السورسز. احنا صورنا فيديو كامل عن بنك المعرفه المصري لو حابب تتفرج عليه. هتدخل على الانجليش سورسز، وبعد كده هتدخل هنا هتقلب، هتلاقي حاجه اسمها كلاريفيت ويب اوف ساينس. هتفتح الويب اوف ساينس، هتلاقي تالت اختيار بيقول لك ويب اوف ساينس الكور كوليكشن. هتروح دايس عليها، هتفتح لك المنصه بتاعه الويب اوف ساينس. الويب اوف ساينس ده فيه مجموعه كبيره جدا من الداتابيزز متجمعه في مكان واحد، علشان كده من ضمن اهم المواقع انك تبحث عليها في السيستماتيك ريفيو بتاعك. لو احنا اخترنا هنا نروح داخلين على طول على الادفانس سيرش، هتلاقي في الادفانس سيرش نفس الشكل بتاع الباب ميد. طيب اول حاجه هنا هنختار الكوليكشن ذات نفسها اللي احنا بنستخدمها. فعندنا ويب اوف ساينس كور كوليكشن، وعندنا ميد لاين اللي هي يعني الباب ميد، عندنا اكتر من كوليكشن موجودين هنا، فاحنا هنختار الاول داتابيسز. طيب لما بنختار الاول داتابيسز، الجزء ده ما كانش موجود ايام زمان ولكن هو حاليا بقى موجود. نفس بالظبط الفكره بتاعه الباب ميد، عايز تبحث في التوبيك اللي هو في كل حته، عايز تبحث في التايتل، عايز تبحث اوثر، الببليكيشن تايتل، الير، الابستراكت، الحاجات دي كلها. فاحنا ممكن نختار الابستراكت ونكتب مثلا كلمه ليفر كانسر، تمام، ونضيفها في السيرش بتاعنا. وبعد ما نضيف الليفر كانسر مثلا ممكن نختار الجزء بتاع المايكرويف ابليشن ونحطها في البيبر بتاعتنا، والراديو فريكوانسي ابليشن ونحطها في السيرش بتاعنا، وبعد كده بنضيفها. وممكن نختار الرينج بتاع السنين لو احنا مختارين رينج السنين، ممكن بقى نحط هنا اند واور والحاجات دي كلها اللي احنا عملناها في السيرش استراتيجي بتاعتنا، ولكن احنا هنا بس بنوضح. فهو هنا هو اوتوماتيكلي هنا، ايام زمان ما كانش موجود الجزء ده زي ما وضحت، فكان بالتالي بتضطر انك تكتب مثلا اي بي يساوي ليفر كانسر مثلا، اي بي او تايتل تي اي يساوي كذا، فكان الموضوع ممكن يكون صعب على الناس فهم اضافوا الجزء ده. طيب طلع معانا 223 نتيجه، وزي ما احنا شايفين هنا عمل هايلايت على
الاجزاء او الكلمات المفتاحيه اللي احنا استخدمناها في البحث، فممكن تدوس اكسبورت وبعد كده هنختار حاجه اسمها الار اي اس فايل. الار اي اس فايل دي بتشتغل على اكتر من ريفرنس سوفت وير، على مندلي او غير مندلي. فاحنا هنختار هنا ريكوردز فروم 1 تو 223، وهنتاكد من هنا ان احنا اخترنا الاوثر والتايتل والابستراكت. لازم كلمه الابستراكت دي مهمه علشان نعمل الستيب رقم واحد. وبعد كده هندوس اكسبورت، هيروح عامل لنا فايل للفايل اللي احنا شايفينه ده بالصيغه بتاعت الار اي اس. ممكن تسمي الفايل ده، تسميه الويب اوف ساينس، وبعد كده تعمل سيف. وكده هنكون خلصنا المنصه رقم 2. المنصه رقم 3 هتبقى سكوبس. بنفتح برضو بنك المعرفه المصري ونخش على السورسز والانجلش سورسز، بعد كده بندخل على السيفير بنلاقي حاجه اسمها سكوبس داتابيز. بنفتح السكوبس داتابيز وبعديها بندخل على الادفانسد دوكيمنت سيرش، بنلاقي برضو فيري سيميلر للسيرش بتاع كل الحاجات. فهو بيقول لك لو عايز تبحث بالاول، عايز تبحث بالتايتل ابستراكت، بالكيورد، عايز تبحث بالحاجات دي كلها، ده شكل الكيوري بتاعك او الشكل اللي انت عايز تضيفه عندك. فاحنا ممكن نروح داخلين هنا مثلا على الكونتنت، هنا ممكن عندك التايتل والابستراكت، وهندوس تايتل والابستراكت وبعد كده نكتب ليفر كانسر. بعد كده المفروض نكتب بعدها اند، فممكن نكتب اند كده تمام، وممكن احنا نروح عاملين اند بالشكل ده. وبعد كده برضو هنختار التايتل والابستراكت تاني، في هنا الكيوردز ممكن نختار التايتل والابستراكت ونكتب الراديو فريكوانسي ابليشن، وبعد كده نروح عاملين اند ونختار تايتل والابستراكت، وبعد كده نكتب المايكرويف ابليشن، وبعد كده بندوس سيرش. طلع عندنا 247 دراسة، فبنعمل اكسبورت برضو وبنختار الصيغة بتاعت الـ RIS. فهو بيقول لك برضو كل الدوكيمنتس من البيج دي ولا الدوكيمنتس فروم 1 ل 274 اللي طلعوا عندنا. هنتأكد بقى ان احنا عملنا سيلكشن برضو للابستراكت. الحاجات الباقية دي كلها ما اعتقدش ان احنا محتاجينها، ولا الفاندنج ولا الاذر انفورميشن. احنا محتاجين بس الابستراكت والكيوردز، ومحتاجين الاوثرز والحاجات دي كلها والدي او اي عشان لو حبينا ان احنا نرجع الفايل ده تاني. بعد كده بندوس اكسبورت، عمل لنا اكسبورتنج للنتائج اهي، وهو مسميها سكوبس، فهندوس سيف. وبكده نكون خلصنا 3 داتابيز. كل الداتابيز هيكون نفس الفكر بالظبط، بتبحث تخش على الداتابيز، بتخش على ادفانسد سيرش، بتضيف العناصر بتاعتك علشان تعمل ليميتنج لعدد الدراسات الموجود عندك. يعني خلينا نقول لو السيرش استراتيجي بتاعتك طلعت 10,000 نتيجه، وبالتالي انت هتهندل ال 10,000 نتيجه دول ازاي. الداتا بيزز دي دلوقتي بقت اصبحت سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني ضافوا فيها الذكاء الاصطناعي، وضافوا فيها فكره ان هم يفهموا الداتا بشكل اسرع او يوصلوا للكلمات بشكل اسرع. باختلاف ايام زمان كان لازم تحط اند وتحط اور في كل جزئية وحاجات كتيرة زي كده. يعني هو ممكن اصلا لما تكتب له الليفر كانسر زي ما احنا شايفين كده، هو ممكن اوتوماتيكلي يختار المش داتابيز بتاعتك او السبجكت هيدنج بتاعتك يوصل لها بشكل سريع. انت بتحطها بس من باب انك تطمئن ان هو طلع كل النتائج الريليتد بالموضوع بتاعك. فلما يطلع عندك ارقام كبيرة 2000 3000 4000 سيرش ريزلت، ده معناه ان في حاجة مشكلة في السيرش استراتيجي بتاعتك او الكيوري بتاعك او المصطلح اللي انت استخدمته في البحث. لان هو زي ما قلت ان هو انت مش هتعرف تمانج الموضوع دول. عندك 3 داتا بيز، كل داتا بيز مطلعه مثلا 6000 بحث ولا حاجه، هتشتغل على 10,000 بحث، فهل هتقنعني انك هتقعد تقرا 10,000 بحث وبعد كده تيجي تبص في الابحاث؟ لان احنا جربنا الموضوع ده، تلاقي ان هو ابحاث ملهاش اي علاقه بالفكره بتاعتك اصلا، ولكن موجوده في النتائج اللي وصلت لك، وبالتالي يعني بيبقى فيه تايم كونسيومينج او وقت كبير على الفاضي. وخصوصا ان في مصر ساعات بيروح واخدين الجزء ده بيستغلوا ان في عدد كبير من الناس مشتركه في الريفيو، فخلاص بقى كل واحد ياخد له 2000 بيبر ويفضل يدور على الحاجات اللي زي كده. ولكن انا شايف ان كل ما يكون بريسايس وكل ما يكون فاهم الداتابيز افضل وتحاول انك تطلع النتائج بشكل افضل، هيكون احسن من الهارد وورك. يعني السمارت وورك از بيتر ذان ذا هارد وورك. ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم. سلام عليكم.